أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز من قناة التناصح. أفادت مصادر إعلامية مصرية بقيام مجرم الحرب حفتر بزيارة غير معلنة إلى العاصمة المصرية منذ بضعة أيام، وذلك في إطار ما وصفته المصادر بالتنسيق المشترك بين مصر وقيادة ميليشيات الكرامة. وأضافت المصادر بأن حفتر وصل إلى القاهرة مساء الأربعاء الماضي، عقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين المصريين لبحث التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا، من بينها البدء في معركة اقتحام مدينة درنة. وأشارت المصادر إلى أن الاستعدادات لاقتحام المدينة أوشكت على الانتهاء، مضيفة أن ميليشيات الكرامة في انتظار تحديد ساعة الصفر فقط. نفى المفوض بوزارة الدفاع في الحكومة المقترحة المهدي البرغثي ما تردد حول قيامه بتقديم شهادته حول انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة بنغازي أمام مسؤولين من الادعاء في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي خلال الأيام الماضية. وقال البرغثي في لقاء تلفزيوني السبت أن مثل هذه الإشاعات القصد منها تشويه وزارة الدفاع والتمويه على أمور غير نظيفة. أضاف البرغثي أنه موجود في العاصمة طرابلس لاستكمال ما أسماه مشوار مكافحة الإرهاب على حد تعبيره. كما اتهم البرغثي عملية الكرامة بأنها خلطت السياسة في معركة بنغازي، مشددا على أن حل المشكلة في ليبيا يكون عبر حكومة واحدة وفق قوله. أعلن رئيس مجلس النواب المنحل عقيل صالح عن وجود موعد لانعقاد لجنة الحوار بين مجلسي النواب والدولة لاختيار مجلس رئاسي جديد. صالح في حوار مع صحيفة اليوم السابع المصرية أوضح أن مجلس النواب يعكف على إصدار قانون الاستفتاء على الدستور قبيل الانتخابات القادمة. وفي شأن آخر، كشف رئيس البرلمان المنحل عن مكان تواجد سيف الإسلام القذافي قائلا أنه لا يزال يتواجد بمدينة الزنتان. قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية الأحد أن وزارة الداخلية البريطانية تخطط لإطلاق حملة لدفع المهاجرين غير الشرعيين للإحجام عن السفر من أفريقيا إلى أوروبا عبر ليبيا. وبحسب الصحيفة فإن الحملة ستنطلق عبر تسجيل مصور يظهر مقابلات مع بعض المهاجرين الذين خاضوا عدة رحلات، إضافة إلى لقطات للأوضاع داخل مراكز احتجاز المهاجرين على الساحل الليبي. ألمحت ديلي ميل في تقرير لها إلى إجراء بريطانيا حملات مماثلة في شرق وغرب أفريقيا في محاولة لردع المهاجرين. ناقش رئيس غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير القانونية النقيب طارق شامبور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الحدود والمنافذ في ليبيا فينسينزو تاليافيري، ناقشا مشروع تدريب عناصر الإدارة العامة لأمن السواحل الليبي في مجال الإنقاذ البحري. وقال شامبور عقب الاجتماع أنه قد تم الاتفاق على وضع هذا المشروع على طاولة الاجتماع مع إيطاليا المزمع عقده خلال الأيام القليلة المقبلة في روما برعاية اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة. دمتم في أمان الله.